بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في آخر محاضرة الكلاميديا تراكوماتس. حنتكلم على الكلاميديا تراكوماتس L1 L2 L3 وحنتكلم باقتضاب على الكلاميديا نيموني وعلى الكلاميديا سيتاسي. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله طبعا الكلاميديا تراكوماتس L1 L2 L3 بتعمل ديزيز شهير اسمه الليمفوغرانيلوما فينيريوم. فالليمفوغرانيلوما فينيريوم هنتكلم عليه كديزيز كوزد باي كلاميديا تراكوماتس سيروتايب L1 L2 L3. هنتكلم على اللاب دياجنوسيس ثم تريتمنت اند البريفنشن، وبعدين هنتكلم على الكلاميديا نيموني والكلاميديا سيتاسي، وحنتكلم كيف نعمل لاب دياجنوسيس وتريتمنت بالنسبه لهم. اول امر الكلاميديا تراكوماتس L1 L2 L3 اللي بتعمل الديزيز الليمفوغرانيلوما فينيريوم. اول نقطه انه هذا الديزيز ينتقل سيكشوال ترانسميشن او سيكشوال ترانسميتد، ولو ما نقول سيكشوال معناها انه في واحد من البارتنرز مصاب عشان يحدث انتقال الديزيز. حتى يحدث هذا الديزيز لابد ان يمر بثري ستيجز، البرايمري ستيج والسكندري ستيج والترشري ستيج. تعالوا نشوف البرايمري ستيج. البرايمري ستيج اللي هو للديزيز الليمفوغرانيلوما فينيريوم حيبدا كالاتي. اول ما تحدث الاصابه انه شخص مثلا حدث سيكشوال انتركورس وشخص مصاب او المراه مصابه، حيبدا يتكون اسمول نون بينفول بابيول. تخيلوا ده يمكن من اسبوع الى 4 اسابيع بعد السيكشوال انتركورس، فحيتكون سمول وكمان ملوش اي الم خالص، سمول بابيول وملوش اي الم. فلكم تخيلوا يعني حي واحد حيتجاهله. بعد كده ايش اللي حيحصل؟ طبعا دي الصوره المكبره للمكبره للبابيول اللي هو سمول ونم بينفول. النقطه الثانيه انه تخيلوا هذا اللي هو السمول ونم بينفول بابيول حيحصل له هيلينج سبونتينيوسلي ويذن ويك، يعني بعد اسبوع حيختفي تماما. النقطه اللي حتحصل حينتقل الشخص ده الى طور السكندري ستيج. ايش اللي حيحدث في السكندري ستيج؟ اللي حيحدث كالاتي انه بعد اسبوع الى 4 اسابيع من الديسابيرنس للبرايمري ستيج اللي هو النون بينفول بابيول، بعد اسبوع الى 4 اسابيع حيبدا انه الاورجانيزم، طبعا اثناء تكون البابيول الاورجانيزم ده بيروح بيغادر الى عبر السبريد عبر الليمفاتيك سيستم. طبعا عبر الليمفاتيك سيستم حيوصل هناك لاقرب حاجه اللي هي الانجوان الليمفنود، فحيبدا يتكاثر في الانجوان الليمفنود وحيحصل سوولينج في الانجوان الليمفنود. شايفين سوولينج في الانجوان الليمفنود؟ لو ما طبعا دي بشكل حقيقي صوره حقيقيه كيف شايفين السوولينج للانجوان الليمفنود. بعد كده حيحصل الاتي، حيحصل نقطه مهمه جدا، طبعا حتكون هايلي بينفول بينفول بشكل كبير، ولو فتحت ممكن تخيلوا انه حيحصلها اللارجد، فحتفتح عبر فاسيولا وحيحصل درينج للبص. المشكلة الكبيرة اللي حتحدث كالآتي انه طبعا هذا اذا ما تعالج اكيد لابد يتعالج، لانه شايفين البص اللي نزل الان فلابد انه يتعالج، لانه لو ما تعالج حيوصل للترشري ستيج. ما هو الترشري ستيج؟ الترشري ستيج للليمفوغرانيلوما فينيريوم هو كالآتي انه حيحصل اذا ما تعالج حيحصل انه مش حصل فاستيولا وحصل درينج للبص، لو ما يحصل هيلينج يحصل هيلينج وسكار فورميشن، فبالتالي حيؤدي الى ايش؟ حيؤدي الى اوبستراكشن للليمفاتيك فيزلز. فلما يؤدي الى اوبستراكشن للليمفاتيك فيزلز حيحصل حاجه غريبه جدا نسميها احنا الاليفنتيازيس في الجينيتال تراكت، وحاجه مقززه طبعا وصعبه، لكن دي غالبا مش حيوصل لها لانه في السكندري ستيج حيكون هايلي بينفول. اذا في معنى ثري ستيجز، في معنى برايمري ستيج وفي معنى سكندري ستيج وفي معنى تيرشري ستيج. زي ما قلنا برايمري ستيج هو في بابيول ونم بينفول، في السكندري ستيج في معنى زي ما قلنا حيروح يغادر الى الانجوان الليمفنود وحيحصل اللارجد. فيما لو ما تعالج طبعا هي صعبه لانها هايلي بينفول، حيحصل ما نسميه بنقول الفنتياسيس في الجينيتال تراكت. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس للليمفوغرانيلوما فينيريوم؟ اول شيء بالدايركت ديتكشن، نروح ناخذ السبيسمن اللي هي اكيد في السكندري ستيج حتكون الاكسوديت اللي هو حيحصل درينج للبص. حناخذها وحنعمل الاتي، اول نقطه حنعمل ستين نصبغها بالجيمسا ستين، وحنشوف الاليمنتري بادي والريتيكوليت بادي ستين، وزي ما قلنا دي عاوزه واحد اكسبرت عشان يشوفها. النقطه الثانيه حنعمل انه ستين بالاميون فلوريسنت،
وحنشوف هل اللي هي الالمنتري بادي والريتيكوليت بادي موجودة عبر ستين بسبيسيفيك اميون فلوريسنت. النقطة الثالثة نحن كمان بالدايركت ديتكشن نحن نروح نشوف الدي ان ايه من البص نفسه سواء بالبي سي ار او بالدي ان ايه بروب. طيب الان النقطة الثانية في الدياجنوسيس ان احنا نعمل ديتكشن للكلاميديا الانتيجين، وتكلمنا عليها في الكلاميديا تراكوماتس في الاذر سيروتايبس. نحن هنجيب الاكس راي ده ونروح نعمل ديتكشن سواء بالكاسيت او بالالايزا، وحنشوف هل في طبعا حيكون هنا سبيسيفيك انتيجين للكلاميديا سيروتايب 1 و 2 3 وسواء عملناها بالكاسيت او عملناها بالالايزا. واحدة من التست اللي هي ممكن نشخص بها الليمفوغرانيوما فينيريا. النقطة الثالثة اللاب دياجنوسيس او السيرولوجيكال تست، احنا اتفقنا انه في كل الجينيتال تراكت نوت يوسفل، ما لهاش اي معنى خالص ان احنا نعمل سيرولوجيكال في كل الجينيتال انفكشن. في تست معين ممكن نسميه الفري تست. الفري تست هو زيه زي التوبركلين تست، يروح ياخذ الانتيجين حق الكلاميديا الانتيجين يحقوا انترا ديرمال وينتظروا 48 ل 72 ساعة. اذا حصل انديوريشن معناها يا الشخص ذا اصيب حديثا يا اصابة قديمة. ده بالنسبة للفري تيست. طيب كيف نعمل تريتمنت للليمفوغرانيوما فينيريوم؟ بالتأكيد الدراج اوف تشويس لها هو تتراساكلين، دراج اوف تشويس بالنسبة للليمفوغرانيوما فينيريوم. بالتأكيد كبريفنشن أكيد هذا ناتج عنه طريق الحرام، وبالتالي الله عز وجل يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب الآن تعالوا نشوف الكلاميديا نيموني في الكاباثوجينيسيس. في الكلاميديا نيموني إيش اللي حيحصل؟ يحصل إنه حينتقل الأورجانيزم بالإيروسول حيوصل لللنج، في اللنج حيعمل إنفلاميشن، حتبدأ الإنفلاميشن as atypical pneumonia. الاتيبيكال نيمونيا دي اللي بالكلاميديا نيموني تشبه تماما ما ذكرناه في المايكوبلازما نيموني. النقطة المهمة في الكلاميديا نيموني انهم وجدوا ان هناك ارتباط بين الكلاميديا نيموني وبين الاثيروسكلوروزيس او السيريبرو فاسكولار ديزيز. ولذلك ايش اللي عملوا في الاثيروسكلوروتيك تيشو؟ عزلوا الكلاميديا نيمونيا من التيشو بالبي سي ار. فاذا هناك في ارتباط، ولا زال هذا الموضوع كمان قيد الدراسه. ما هو الارتباط؟ هل الكلاميديا نيموني ممكن تؤدي الى اثيروسكلوروزيس؟ هذا الموضوع لا زال يعني جاري عليه الدراسه. طيب النقطة التي بعدها في الكلاميديا سيتاسي اللي بتعمل كمان اتيبيكال نيمونيا، تعال نشوف الباثوجينيسيس حقها. طبعا الكلاميديا سيتاسي دي هي زونوتيك ديزيز، بتصيب الطيور بشكل عام، وبشكل خاص هي طيور الزينة زي البغبغاء وغيره، بتصيبهم بشكل بسيط. ولما تصيبهم ايش اللي حيحصل؟ ان الاورجانيزم اللي هو كلاميديا سيتاسي بينزل في الستول، فلما ينزل في الستول لهذه الطيور يحصل له دراينس. فلما يحصل له دراينس يبدا بعدها انه ممكن بالانهيليشن ان الانسان ياخذها، يعني خاصه بالذات مربين الطيور دول هم اكثر عرضه، فحيأخذ بالانهيليشنز وبالتالي حتوصل لللنج وحتعمل اتيبيكال نيمونيا. هذه صورة أخرى مقربة لها، زي ما أنتم شايفين أهو هذا الطير بيطلع الفيسس. لو كان مصاب الأورجانيزم حيكون الأورجانيزم موجود، حيحصل له انهيليشن، حيروح لللنج، حيعمل انفلاميشن وحيحصل اتيبيكال نيمونيا. طيب كيف نعمل دياجنوسيس للكلاميديا نيموني والكلاميديا سيتاسي على اعتبار انهم الاثنين بيعملوا اتيبيكال نيمونيا؟ اول نقطه السبيسيمن بالتاكيد هي سبيوتم. النقطه الثانيه حنعمل الدايركت ديتكشن. في الدايركت ديتكشن زي ما قلنا هو سيستم واحد، ان احنا حنعمل ديتكشن للانتراسيتوبلازميك انكلوجن، وحنعمل ستين بالجيمس ستين ونشوف هل الاليمنتري بادي او الريتيكوليت بادي موجوده في السيتوبلازم. وزي ما قلنا هي عاوزه واحد شخص اكسبرت، يعني ليس بالسهوله ان احنا نشخص بها. النقطه الثانيه ممكن نعمل ان احنا نعمل ستين بالاميون فلوريسنت ونشوف هل في معنى الريتيكوليت بادي والاليمنتري او الريتيكوليت بادي. النقطه الثالثه ان احنا نشوف الكلاميديا الانتيجين بنفس التقنيه اللي قلناها. هنا حنطلع من عملية البص، سواء استخدمنا من السبيوتم، سواء استخدمنا الكاسيت أو الليزا، وهل في كلاميديا أنتيجين للكلاميديا نيموني والكلاميديا سيتاسي؟ حنشوف هل هي موجود، نقول والله عملنا لهم ديتكشن. النقطة الثالثة كمان نعمل من السبيوتم نشوف هل الدي ان اي للكلاميديا نيموني أو الكلاميديا سيتاسي أو بالدي ان اي بروب هل هم موجودين أو غير موجودين.
الأمر الآخر في التشخيص هنا ممكن نعمل isolation بالتيشو كلشر. كيف نعمل؟ هنعمل في two types of tissue culture، واحدة بنسميها المكويسل بنستخدمها للكلاميديا ستاسي، والثانية بنسميها الهيبتو بنستخدمها للكلاميديا نيموني. كل ما في الموضوع نحن بنروح نعمل detection للإنكلوجين باديز في السيل كلشر ونستخدم اميون فلوريسنت، هل حصل في انكلوجين باديز سبيسيفيك، وبنستخدم اميون فلوريسنت سبيسيفيك للكلاميديا نيموني او الكلاميديا ستاسي. السيرولوجيكال تيست هنا بالتاكيد مهمه، هنا مهمه، فنروح نشوف هل في انتي باديز اجينست الكلاميديا نيموني او الكلاميديا ستاسي وبالاليزا، ودي يوسفل في الدياجنوسيس. كيف نعمل تريتمنت للاتيبيكال نيمونيا؟ بالتاكيد هي ازيثروميسين يعتبر دراج اوف تشويس بالنسبه للاتيبيكال نيمونيا، سواء كانت كوزد باي الكلاميديا نيموني او الكلاميديا ستاسي. كنت معكم فيما مضى في موضوع الكلاميديا تراكوماتا سيروتايب L1 L2 L3 وتكلمنا على الكلاميديا نيموني والكلاميديا ستاسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.